الأمم المتحدة تتوج سمو الأمير صباح الأحمد قائدا للإنسانية في العالم. الاعتصامات التصعيدية في اليمن تصل إلى مجلس الوزراء، وحرس المجلس يطلق النار على المحتجين السلميين ويقتل ويصيب العشرات منهم. الحكومة العراقية الجديدة تحوز الثقة وحقائبها الأمنية بالوكالة، والعبادي يؤكد أن بعض الأسماء فرضت عليه. وطهران تستضيف المؤتمر الدولي لعلماء الإسلام لدعم المقاومة الفلسطينية، والمشاركون يؤكدون أن المقاومة طريق الخلاص ودعمها واجب شرعي وإنساني.